تجسيدا لمعنى التضحية انطلق أطفال البحرين إلى شاطئ البحر لرمي الحيابية، وهي موروث شعبي تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. هذه العادة التي يحرص أبناء البحرين على القيام بها تجسد حكاية موروث شعبي عريق، وهي عبارة عن أضحية للأطفال يتم التضحية بها على شاطئ البحر في يوم عرفة. بسعادة غامرة وابتسامة جميلة انطلق أطفال البحرين إلى شط البحر لرمي الحيابية مرددين أهزوجة تراثية تعبر عن معنى التضحية. فالأطفال يزرعون هذه النبتة بالحب ويودعونها في يوم عرفة. أنا اليوم جيت أضحي بالحيابية اللي اعتنيت فيها من فترة طويلة، وبضحي فيه، وإذا كبرت إن شاء الله أضحي بخروف. أنا وأختي اليوم جايين نضحي بالحيابية اللي ربيناها تعبنا عليها، وإن شاء الله إذا كبرنا راح نضحي بشيء أغلى. أنا وايد مستانسة اليوم، لأن اليوم بقيت حيابية. نبتة صغيرة في حجمها كبيرة في معانيها، يقوم بزراعتها الأطفال من الحبوب والرمل والسماد في علبة معدنية أو في سلة محلية الصنع تسمى القفة. فالحيابية تعد أضحية الأطفال، خصوصا وإنهم يعطونها من وقتهم الكثير حتى تينع وتكبر وتصبح خضراء لامعة وجميلة، وتكون حيابية حقيقية صالحة للتضحية. اليوم يبنوهم نمشي على موروثنا وأجدادنا، كانوا يأخذون الحيابية ويحطون فيها السمار، ونأخذ البذور اللي هو الشعير ونحطه ويزرعونها ويحسون فيها، وحزة اللي بنقطها في يوم عرفة نحط فيها لقمة العيش، إنه على أساس إنهم مغادينها ويقطونها لهم. الحيابية موروث بحريني تناقلته الأجيال، ففي كل سنة ومع إطلالة شهر ذي الحجة يبدأ الأطفال بزراعتها بكل حب ليترقبوها يوما بعد يوم وهي تكبر أمام أعينهم وتخضر استعدادا لذلك اليوم الجميل. الحيابية عادة بحرينية أصيلة يتوجه فيها الأطفال إلى شاطئ البحر لرميها في يوم عرفة، فهي أضحيتهم التي كبرت على أيديهم الصغيرة، زرعوها بالحب ليرموها في البحر وهم على يقين بأنهم يضحون بما يحبون، على أمل أن تكون لهم أضحية حقيقية في المستقبل عندما يكبرون. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.